الابن الأكبر المعروف بالديكتاتور، يعتبر هذا الكائن المنزل مستعمرة خاضعة لنفوذه المطلق، فهو متسلط وعديم الشفقة، لا يجرؤ أحد على طلب أي شيء منه، كيف لا؟ والأهل يعتبرونه آخر سلالة الملوك التي حكمت بلاد ما بين النهرين. وفي مقابلة خاصة مع أحد هؤلاء الأبناء قال لنا: أعتقد أمين حوتب السادس عشر كلفني بإكمال مهمة الفراعنة في هذا المنزل، لذلك أعمل على قمع واضطهاد الخدم، أقصد إخوتي، أعذرني الآن، حان وقت جباية الضرائب منهم.